أطلقت شركة سوني المنتجة لفيلم After Earth صوراً جديدة من أحداث الفيلم لتكثيف الدعاية لي بعدما تقرر طرحه في دور العرض الأمريكية أواخر الشهر الحالي. الفيلم بطولة النجم ويل سميث وابنه جادن وإيزابيل فورمان، وبتبدأ أحداثه بعد مرور 1000 عام على دمار كوكب الأرض ولجوء البشر إلى كوكب آخر، حيث تتحطم مركبة فضائية بداخلها أب وابنه ويهبطان اضطرارياً على كوكب الأرض الذي لم يعد يسكنه إنسان وأصبح كوكباً غامضاً وخطيراً. ومن ناحية أخرى تتفاوض شركة وارنر مع سميث على بطولة فيلم بعنوان فوكس بعد اعتذار النجم بن أفليك عن بطولته. It is a product of thoughts you create. Now do not misunderstand me. Danger is very real. But fear is a choice.